شفناه مع بعض ده جزء من زيارة قام بيها وفد مصري للكونجرس الأمريكي علشان يكلموا السيناتورز، السيناتورز اللي هم نواب الشعب الأمريكي، علشان يطلعوهم على الوضع المتدهور لملف حقوق الإنسان في مصر. دي مش المرة الأولى، ربما تكون سلسلة سبقتها أو كذا لقاء لإطلاعهم على الحالة الحقوقية المتدهورة جدا في مصر. كل اللي بيقوم بها هم مصريين، دافعهم المفروض أنه دافع وطني خالص. بلاش نتكلم بلسانهم، خلونا نتعرف عن جهودهم وعلى الزيارة اللي قاموا بيها. بيمثل الوفد معانا أو بيساعدنا أن يكون معانا الدكتور هاني القاضي، رئيس المنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة، معنا عبر سكايب من الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور هاني، أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ احمد، معاك المهندس هاني القاضي رئيس المنظمه المصريه الامريكيه للحريه والعداله. باشمهندس، مؤخرا حضرتك كنت ضمن وفد مصري زار الكونجرس الامريكي لتسليم ملفات انتهاكات حقوق الانسان في مصر، كما ظهر وشفنا مع بعض في فيديو قبل المداخله. هل في بعض التفاصيل اللي ممكن تطلعنا وتطلع الساده المشاهدين عليها من سياق الزيارة أو ما حدث في زيارتكم للكونجرس؟ أستاذ أحمد، بداية أحب أقول لحضرتك أن دي تعتبر الزيارة الثانية إحنا عاملينها تحت اسم Egyptian Day at the Capitol Hill، اليوم المصري في الكونجرس الأمريكي. طبعا السنة الماضية كان يوم 2/5 وقمنا بالزيارة، والزيارة دي كان لها واقع شديد جدا على الحكومة الانقلابية المصرية، وكان لها تأثير برضو على الكونجرس الأمريكي وأعضائه في الكونجرس وفي السينت هاوس. بالنسبة للتأثير اللي حصل على الحكومة المصرية، طبعا اللي متابع لهذا الأمر هيجد أن ما فيش قناة من القنوات الفضائية إلا واتكلمت عن الخونة اللي رايحين يفضحوا مصر في الخارج، كذلك الجرائد والمجلات، وكذلك مجلس الشعب ناقش في لجنة العلاقات الخارجية الزيارة ديت. وفي 5/7 تم زيارة من 20 واحد من أعضاء مجلس الشعب المصري للكونجرس الأمريكي علشان يعدلوا اللي احنا عملناه من وجهة نظري. طب هذا فيما يخص الإعلام وتعاطي دولة السيسي مع زياراتكم. خلينا نطلع السادة المشاهدين على تعاطي السيناتورز أو النواب الأمريكيين في الكونجرس مع هذه الزيارة والملفات اللي طرحتوها عليهم. هو طبعا الموضوع مبني على شقين، الشق الاولاني هو ردود افعال السيناتور، والشق الثاني هو المتابعه اللي بعد كده. الشق الاولاني طبعا احنا بنوصل لكل اعضاء اللي هم يعتبروا النواب بتوعنا، وفي زي تايتل موجود للملف اللي احنا عاملينه. التايتل ده بيقول ايه؟ بيقول ان احنا الفلوس، احنا كامريكان، الفلوس اللي احنا بندفعها للتاكسس بتاخدها الحكومه الامريكيه وبتديها لانقلابي فاشي بيقتل اهالينا اللي موجودين في مصر. طيب ايه الدليل على كده؟ احنا جمعنا فايل، الفايل ده موجود فيه التقارير الدوليه من منظمه الهيومن رايتس ووتش والعدالة، منظمه الامنستي اللي هي منظمه العفو الدوليه، وكذلك التقارير صدرت من الامم المتحده، وكذلك المؤسسات زي مؤسسه الاستاذ خلف اللي كان موجود مع حضرتك في مؤسسه عداله، مؤسسه الشهاب، مؤسسه السويسريه، كل المؤسسات الحقوقيه التقارير بتاعتها. وانا بحيي فعلا الناس اللي شغالين في المجال الحقوقي، لان هم الناس مش واخده بالها ان هم بيبذلوا مجهود ضخم جدا لتوثيق هذه الجرائم وهذه الانتهاكات اللي بتحصل لاهالينا في مصر. فاحنا بنجمع الملفات دي، وهم مشكورين يعني بيتعاونوا معانا تعاون كبير جدا. فاحنا بنوضح، بنحط هذه الفايلات كلها، احنا مش احنا اللي بنعمل الفايل، مش المنظمه المصريه اللي بتعمل الفايل، لا احنا بنحط التقارير دي كلها في فايل واحد وبنروح نقدمه لاعضاء الكونجرس. ليه احنا بنعمل الزياره ديت في يوم واحد؟ صعب جدا ان انت تتصل بكونجرس مان من غير فتره انتخابات او من غير فتره ثانيه وان انت تقابله، ولكن بالتوازي مع اليوم المصري في الكونجرس الامريكي في حاجه اسمها المسلم داي ات كابيتال هيل، يعني برضه المسلمين من كل انحاء الولايات المتحده الامريكيه يكونوا موجودين. طيب فيما يخص الملف المصري اللي حضرتكم زرتوا بيه الكونجرس امبارح، هل تعتقد مهندس هاني ان التحركات دي ممكن ان تثمر ضغط حقيقي من الاداره الامريكيه
على نظام عبد الفتاح السيسي؟ والله يا فندم بقول لحضرتك احنا لما بنزور المكاتب وخاصة في اليوم اللي انا قلت لحضرتك عليه بنجد ان المكاتب كلها مفتوحة، فاحنا بنوصل لاكبر عدد من المكاتب دي. المكاتب دي لما توصل لها انتهاكات بتبقى موجودة عندها كارشيف، لان انا المندوب بتاعي ده المفروض ان هو بيسمع الشكوى بتاعتي اللي انا بقدمها له، وبعد كده المدير المكتب بتاعه او هو بياخد تقرير عنها وبيحطها عنده. لما حصل السنه اللي فاتت كان حصل لها في شهر 9 حصل تخفيض للمعونات الامريكيه اللي بتروح للحكومه، هو ده طلبنا ان احنا نوقف المعونات ونوقف الفلوس بتاعتنا اللي هي بتتعطى لهذا الانقلاب. فاحنا السنه اللي فاتت وجدنا في شهر 9 ان تم وقف 200 مليون دولار من المعونه اللي بتعطى للسيسي، فكان تاثير للمنظمه وتاثير للمنظمات الاخرى والفايلات، ولان بيبقى في زيارات ثانيه مش بس احنا، وفي على مستويات كثيره، وفي بتبقى مع الكونجرس فيس تو فيس، وفي بيبقى مع مدير المكتب. طب ده جميل جدا يا باشمهندس، ولكن بعض الناس اللي بتشوفنا دلوقتي ممكن تتساءل سؤال يعني بديهي جدا، ازاي حضراتكم بتراهنوا على الكونجرس وعلى الاداره الامريكيه واحنا عارفين ان ترامب هو من الداعمين لنظام عبد الفتاح السيسي، ويعني البعض يرى ان امريكا كانت محرك مهم جدا وداعم للانقلاب العسكري في الاساس. اشكرك يا استاذ احمد على السؤال ده، لان فعلا احنا اتسالناه من ناس كتير. اولا انا بس عايز افرق واوضح للناس ان في فرق بين المؤسسات في الولايات المتحده الامريكيه، فاداره الكونجرس اللي هي تعتبر المجلس التشريعي اللي موجود غير الاداره الامريكيه. فبالتالي احنا انا متاكد ان الاداره الامريكيه المتمثله في ترامب وبيعتبر السيسي حليف استراتيجي له بيمثل الرجل بتاعه في المنطقه. اما اعضاء الكونجرس اللي هو من خلالهم بتطلع المعونات اللي من خلالهم هم بيتابعوا المواطنين الامريكان وطلباتهم، هو ده اللي احنا بنحاول ان احنا نضغط عليهم علشان يكون في نتائج من وراء هذا الامر. وبالتالي لما تم الضغط السنه الماضيه حصل خفض للمعونات في شهر 9 عن طريق التوصيات اللي بتطلع من الكونجرس الامريكي اللي هم ممثلين بتوعنا احنا كمواطنين امريكان، بتطلع لوزاره الخارجيه والاداره الامريكيه. ما البعض هيقول لحضرتك يعني انت كمواطن امريكي مش حاسس بمصر وانتوا بتتكلموا من بره وبتنظروا علينا، انتوا ورقكم لمصر ولا الامريكا؟ يعني ممكن بعض اللي بيشوفنا دلوقتي بيسال كده. هو ده اللي بيتقال، علشان كده احنا قلنا التايتل اللي محطوط على الفايل ان احنا الفلوس بتاعتنا احنا مش عايزينها تتعطى الانقلابي، وده مخالف للدستور الامريكي، لان الدستور الامريكي بيقول ان يحظر على الولايات المتحده الامريكيه ان تدعم باموال او بمعونات عسكريه اي دوله فيها انقلاب. فبالتالي احنا بنطالب كمان بحقوقنا كامريكان. اذا انتوا بتنظروا للامر من خلال انكم يعني امريكان من اصول مصريه. طيب مصريه ولا باشمهندس السبب اللي احنا سئلنا طيب الى هذا الامر باشمهندس يعني في جهود اخرى لمواجهه الانقلاب والدفاع عن الشعب المصري المضطهد؟ يعني لو في جهود اخرى ممكن نقولها سريعا للساده المشاهدين. اولا يا استاذ احمد انا بس عايز اعرف حضرتك ان اغلب الوفد اللي كان موجود ده، وانا من خلال النافذه بتاعت حضرتك بشكر كل الوفد اللي كان موجود وخاصه الدكتوره سلمى والاستاذه ايمان والدكتور فؤاد وبقيه الوفد اللي كان موجود، ان هم في اليوم ده سابوا اشغالهم وسافروا حوالي 5 ساعات رايح وخمس ساعات جاي علشان يوصلوا لواشنطن يقدموا الحاجات دي. النقطه الثانيه ان اغلب اللي موجودين دول بقى لهم 20 و30 سنه موجودين في الولايات المتحده الامريكيه، يعني ما كانوش عايشين في مصر وهربوا منها، ولكن احنا اهالينا اللي موجودين وبتعرضوا لجميع انتهاكات حقوق الانسان، والصحفيين بيتعرضوا لانتهاكات، السيدات بتتعرض لانتهاكات، الاولاد، كل من موجود في مصر، احنا ما علينا ان احنا بنحاول نفضح هذا الانقلابي اللي موجود في مصر امام الراي العام اللي موجود في الولايات المتحده الامريكيه. انا في اطر كثيره يا استاذ احمد احنا بنشتغلوا عليها في المنظمه عندنا، احنا بنشتغل على 3 محاور، المحور الاولاني هو المحور الجالياوي وتوعيه الجاليه المصريه والعربيه اللي موجوده هنا بخطوره النظام الانقلابي اللي موجود في مصر عن طريق الندوات والمؤتمرات وعن طريق بث مباشر بيتم. النقطة الثانية عن طريق العمل السياسي اللي احنا بنعمله عن طريق الكونجرس ومتابعة الكونجرس وبعث فايلات للإعلام وبعض الفايلات دي بانتهاكات. في نقطة مهمة عايز برضه أركز عليها، إن احنا لما بنزور الكونجرس
بناخد من الاعضاء ومن المكاتب وبنحرص عليها ان احنا بناخد ايميلات كل الناس اللي احنا بنروح لها. احنا السنه اللي فاتت كان عندنا حوالي 70 او 80 ايميل موجود، كل الاحداث اللي بتحصل في مصر، زي مثلا الحادث بتاع قتل الولد اللي عنده 12 سنه عن طريق الجيش، بيترجم الحاجه ديت عن طريق بتترجم وتتبعت على الايميلات ديت. اي حاجه كل ده يا دكتور باشمهندس قادر على وقف الانتهاكات اللي بتحصل في جانب الجانب المصري، جانب الشعب المصري يوميا؟ شوف يا استاذ احمد، اللي احنا كل واحد وله دوره. صحيح. احنا في دور للناس اللي موجودين في مصر، وانا متاكد ان زوال الانقلاب ده مش هيتم الا غير عن طريق الثوار الاحرار اللي موجودين على ارض مصر. واحنا في الخارج بنحاول ان احنا نقول للناس اللي موجودين والثوار الاحرار، احنا موجودين معاكم وصوتكم، احنا مش احنا اللي هنحرر ولا هنوقف الانقلاب العسكري اللي موجود، ولكن دورنا ان احنا نفضح الانتهاكات ديت. انا في نقطه مهمه يعني كنت بتكلم فيها مع الحقوقيين في بعض المؤسسات، ان لما بيكون في اختفاء قسري وبيكون في واحد مش موجود ومش عارفين هو فين، بتطلع اللجان الحقوقيه ديت بتطلع استثمان للامم المتحده، بنبعت احنا للامم للسيناتور هنا، بنبعت للامم المتحده، بنبعت للمنظمات الحقوقيه الدوليه، فكل المنظمات والمؤسسات دي بتضغط على الحكومه المصريه علشان يظهروا او يحطوا. طيب ده جميل جدا باشمهندس، ولكن من فتره للتانيه بعض الاعضاء في الكونجرس بيلوحوا بقطع المساعدات او استقطاع جزء منها زي الحاصل دلوقتي 300 مليون. هل دي مجرد اوراق ضغط على عبد الفتاح السيسي للحصول على تنازلات للاداره الامريكيه، ام ان هناك من يشعر بحجم الكارثه الانسانيه التي يعيش فيها الشعب المصري بالفعل؟ بعد التقارير اللي بتوضع على المكاتب بتاعتهم والناس بتقرا اللي بيحصل، هم ما بياخدوش الاوراق بتاعتنا كحاجه مؤكده، هم عندهم الاتصالات بتاعتهم وعندهم المراكز البحثيه بتاعتهم بيناقشوا في الامور ديت، يعني احنا مش بس احنا اللي بنبعت، لا هم بيبعتوا، يعني انت شفت دلوقتي باتريك ليهي طلع قرار وهو من الكونجرس، سيناتور من الكونجرس الامريكي، بوقف 300 او تعليق 300 مليون، ده لسه الشهر ده. دايما التقارير والحاجات اللي بيطلعها جون ماكين بتفضح هذا النظام، وبما ان جون ماكين ده من الجمهوريين يعني تبع نظام ترامب، ولكن هو على طول الخط ضد هذا النظام، لان هؤلاء الناس يعني امام الجماهير بتاعتهم وامام الفوتر بتاعهم او الناس اللي هي بتصوت لهم لازم يكون لهم موقف من هذه الامور. وبالتالي احنا بنحطهم امام المراه، الولايات المتحده الامريكيه بالنظام بتاعها بالاداره بتاعتها بتنادي بالديمقراطيه، بتنادي بحق الشعوب في تقرير المصير، بتنادي بكل هذه الامور، احنا بنقول لهم ان هذا النظام الانقلابي اللي بيشجعه ترامب، هذا النظام بيخترق كل هذه الامور. طيب باشمهندس اخيرا ماذا ينقص الحراك المصري بالخارج حتى يكون مؤثر بشكل اكبر؟ شوف زي ما قال الاستاذ خلف، احنا محتاجين تعاون اكثر الناس، على فكره انت في مقالات بتطلع تتكتب في الجرايد، في قضايا بنحاول ان احنا نرفعها. انا هقول لحضرتك معلومه، حازم الببلاوي اللي كان رئيس وزراء مصر ساعه هو موجود في امريكا تقريبا، ده موجود في امريكا ومنسق العلاقات المصريه الامريكيه هنا في الولايات المتحده الامريكيه، واحنا عارفين مكانه، هو موجود في واشنطن، وبنحاول الفتره اللي جايه ديت ان احنا هو موجود بفيزا، ولكن اغلب القضايا اللي احنا مشينا فيها في الولايات المتحده الامريكيه بتقف على عتبه العلاقات الدبلوماسيه والامن القومي الامريكي. نعم. ما بتتحركش من المنطقه دي. احنا بنحاول ان احنا حاليا الفتره اللي جايه نرفع قضيه على هذا المسمى حازم الداوي، لان في مصابين من الولايات المتحده الامريكيه كانوا موجودين في الرابعه، في شهداء كانوا من الولايات المتحده احملوا الجنسيه الامريكيه كانوا موجودين في الرابعه، وهذا الرجل هو كان المسؤول وهو اللي خد القرار، فيجب ان هو يحاسب. ويعني اذا لا زال المصريون في الخارج يحاولون والتجربه تنضج مع الايام. بشكرك جدا مهندس هاني القاضي رئيس المنظمه المصريه الامريكيه للحريه والعداله، شكرا على التواجد معنا، وشكرا على جهدكم المحترم من اجل القضيه المصريه. نتمنى لكم دايما التوفيق، تحياتي لحضرتك ولكل من معك.